30 سنه. الشركه نفسها شركه تداول الحاويات، نعم، اللي ماجره مني، اللي ماجره مني انا كدوله، ماجره الرصيف ده من نهايه ميناء اسكندريه، هتاخد الرصيف وتجري؟ لا ده بعد مده الامتياز بتاع حق الامتياز بتاعتها خلاص، او حق الدفاع رجع لهيئه ميناء اسكندريه. نعم. طب انت تقدر تشغله بنفسك؟ نعم. شغله. ايوه. تقدر تاجره؟ نعم. او تدي حق انتفاع لشركه اخرى؟ نعم. ادي. نعم. العالم كله شغال كده. طب الشركات الباقيه بقى، دي شركات تداول الحاويات وشراول وشركات المواني وغيره. نعم. طب شركات السكك الحديديه. احنا مضينا مع شركه فيستا البانيا النمساويه شراكه قويه جدا لانشاء مصنع لمفاتيح السكك الحديديه والتحويل و في العباسيه، والعقد اتعمل واعتمد من مجلس الوزراء ومن مجلس النواب ومن مجلس الدوله وخلص تقريبا في شهرين. عندنا النهارده سبع مصانع بنعملها ايوه مع القطاع الخاص ايوه عشان ننتج كل احتياجاتنا. انا من فتره كده قلت لن نستورد عربيه سكك حديديه مره ثانيه. حضرتك قلت معايا اي نوع من انواع عربيه السكك الحديديه؟ حضرتك قلت مش بس عربيه السكك القطر ولا مترو ولا مينوريل ولا قطر سريع ولا الكلام ده خالص. طب انا بقول كلام زي ما قبلها قلت الاتوبيسات. طب انا بقول كلام كده؟ لا اتحاسب لو قلت كلام كده وما حققتوش. سبع شركات مصانع هيعملوا ايه؟ سبع مصانع هيعملوا صناعه سكك حديديه متطوره جدا. زي ما قلت لحضرتك كده، مصنع مفاتيح وتحويل في العباسيه. مضينا واعتمدنا ومصدق مجلس الوزراء يوم الاربع اللي فات ده، ايوه، على اكبر واهم مصنع للسكك الحديديه الوحدات المتحركه، مجمع صناعي في برج العرب، لشركه اليستوم الفرنسيه. نعم. اليستوم الفرنسيه لها خمس مصانع في دول العالم بره. نعم. لها في الصين، اللي السكك الرئيس قابلهم في زيارته الاخيره. أيوة. كنت موجود في فرنسا. بالظبط كده. نعم. في الصين، في الهند، في البرازيل، خمس مصانع بره. نعم. في درب في انجلترا، في لندن. نعم. بيعملوا مصنع مجمع صناعي في مصر في برج العرب، خصصنا لهم 40 فدان في برج العرب، هيعملوا عليهم مجمع صناعي مكون من مصنعين رئيسيين. اول مصنع وحدات متحركه للمترو ونريل. نعم. عربيه سكه حديد، جرار سكه حديد، قطر سريع. نعم. قطر سريع. وحدات متحركه. بيعمل تاني ايه؟ نعم. بيعمل تاني مصنع للانظمه اهو ده. نعم. نائب رئيس شركه اليستوم اللي واقف ده، وده رئيس اليستوم في مصر. اللي قاعد المهندس رامي. نعم. واللي قاعد وراه ده مستر اندي. وده رئيس هيئه السكه الحديد. نعم. بيمضوا سبع، زي ما انا كاتب كده، سبع مصانع بالتعاون مع كبرى الشركات العالميه. ايوه. قطاع خاص. ايوه. وعالمي زائد المصري اللي هقول لك عليه دلوقتي. نعم. اليستوم بتعمل في برج العرب. نعم. تالجو بتعمل في كوم ابو رادي. نعم. لينزا مصر بتعمل في كوم ابو رادي. نعم. سكودا بتعمل في كوم ابو رادي. تبع عن نيرك الوطنيه المصريه في شرق بورسعيد. نعم. كل دي مصانع كل واي فرنسيه بتعمل في كوم ابو رادي. نعم. بتعمل دواخل، كل دواخل السكك الحديديه والمتر والمونوريل وكل الكلام ده هتعمل عندنا في مصر. نعم. قطع الغيار كلها لينزا تعملها في مصر. نعم. ودي شركه مصريه. نعم. طب دي شركات مصريه بنشارك عليها وبتشتغل. نعم. طب لما اجي النهارده عندي قطاع نقل البضائع، قطاع نقل البضائع. نعم. ايوه. اللي مفروض يصرف على كل السكك الحديديه. كل السكك الحديديه مفروض يصرف عليها قطاع نقل البضائع. يصرف على السكك الحديديه بتاعت اللي بتنقل بقى الركاب وال البضائع تصرف على الركاب او غيره. مفروض اخد اكسب من البضائع واصرف على الركاب. طيب لما اخد لما الاقي النهارده قطاع نقل البضائع، وانا بقول لحضرتك الكلام واتحاسب عليه وزمايلي سامعيني في السكه الحديد، اتفضل، بيخسر. اسيبه؟ لا، جبت شركتين مصريتين. ايوه. وطنيتين. ايوه. قطاع خاص. المهندس عبد اللطيف شركه 3A. والمهندس عصام الغرابلي. شركه الغرابلي. ايوه. عملوا تحالف. ايوه. ودخلوا شاركونا في قطاع النقل، نقل البضائع. ايوه. هم هيصرفوا مرتبات الناس كلها. هيعملوا صيانه الجرارات والوحدات المتحركه. هيمونوا، هيعملوا كل مصاريف التشغيل، ويديني اهلاك السكه والاشارات والمزلقانات واهلاك الاطرات. ويديني نسبه من الربح كام؟